بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تم بحمد الله تعالى اليوم استلام 3 طن من اللحوم الطازجة من سكوك الأضاحي، والتي ترسلها وزارة الأوقاف لجميع المحافظات في محافظة الإسماعيلية، ليكون جملة ما وصل إلى محافظة الإسماعيلية من لحوم سكوك الأضاحي 26 طن من اللحوم الطازجة. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل من قام عليه، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السبت 19/9/2020 وصلت الحمد لله تعالى الدفعة الثامنة من لحوم سكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف أسيوط، ليصل عدد ما وصل إلى مديرية أوقاف أسيوط 32 طن، وذلك توزيعها على الأسر ذوي الرعاية، وذلك حسب توجيهات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلى الله على سيدنا محمد.